أهلا بكم. آمل الآن أن يكون لديك توضيح قليل عن ما هو الالتفاف. الآن دعونا نحسب هذا بالفعل، لأن هدفك الوحيد هو اجتياز الاختبار وليس فهم طبيعة الكون. أعتقد أنه سيكون من المحزن، ولكن إذا كان ذلك هو هدفك، على الأقل أنت بحاجة لمعرفة كيفية حساب ذلك، لكنه يكون أكثر متعة عندما يكون لديك وضوح. آمل ألا تنسى هذا أبدا. سنأخذ الالتفاف لمجال متجهي. أحد الصعوبات التي أجدها هي في تصور هذا. لنقول لدينا مجال متجهي، سأعمل مجال متجهي ثلاثي الأبعاد، سأعمل مثال إلى حد ما معقد تماما. سنجعل الأمر في الفضاء، الاتجاه X مقدار المجال، لا أعرف، لنقول X تربيع ضرب Y جيب Z في اتجاه X. زائد، لا أعرف، سأجعلها إكس واي تربيع زد في اتجاه جي أو الاتجاه واي. أما في الاتجاه زد لنجعله جيب تمام، إكس ضرب جيب تمام واي في اتجاه زد. الآن قلنا يمكنك عرض التفاف هذا المجال المتجهي. ليس لدي توضيح كيف يبدو هذا المجال المتجهي تماما. ربما سنرسم ذلك بيانيا للمتعة فقط لنرى كيف سيبدو ذلك، لكن قلنا أن الالتفاف سنلاحظ أنه الضرب التقاطعي للعامل لدينا والمجال المتجهي. حسنا، عندما نستخدم أفكار الهندسة، عندما يكون لديك متجه مقسم إلى مركبات X, Y و Z أو مكونات I, J و K، يمكنك أن تأخذ محددات هذه المصفوفة عندما عرضتها عليكم لحساب الضرب التقاطعي. لمعرفة الضرب التقاطعي كيف نفعل ذلك؟ بالتالي فإن الضرب التقاطعي سيكون مساويا لهذا. لأرسم خط مستقيم، إذن كيف تأخذ الضرب التقاطعي لهذا المجال المتجه وعامل التدرج؟ حسناً، تكتب I, J و K في الأعلى كما كنت تأخذ الضرب التقاطعي لأي متجهين ثلاثيي الأبعاد. تأخذ المتجه الأول، لكن بالفعل إنه عامل المتجهات، ولكن هل هذا عامل ديل؟ وما هي مكونات العامل ديل؟ هو المشتقة الجزئية بالنسبة لـ X، المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y، والمشتقة الجزئية بالنسبة لـ Z. صحيح، دعوني أعيد كتابة عامل ديل. يمكنك ملاحظة أنه يساوي الجزئية بالنسبة لـ X في I زائد الجزئية بالنسبة لـ Y في J زائد الجزئية بالنسبة لـ Z في K. هذه مكونات X, Y و Z، وهذه الجزئية بالنسبة لـ X بالنسبة لـ Y بالنسبة لـ Z. ثم الثاني، حيث سنأخذ هذا العامل ضرب المجال المتجهي. ما هي مكونات المجال المتجهي؟ ربما ينفذ الفراغ، لكن هو X تربيع Y جيب Z، X تربيع Y جيب Z، ثم هنا X Y تربيع Z، يجب كتابته أكبر. ثم العمود الثالث، أي مركبة Z، جيب تمام X ضرب جيب تمام Y. هذه مركبات X, Y و Z. والآن نحن على استعداد لاتخاذ المحددة. ربما
حسنا، سوف تكون جميلة بشكل فوضوي. دعونا نحاول ذلك. هذه مساوية لمتجه الوحدة I. اسمحوا لي استخدام لون أكثر حيوية. متجه الوحدة I ضرب المحددة الفرعية. نحذف الصف العمود ثم نأخذ محددة هذا التعبير، ستكون ضرب هذا ضرب هذا، لكن هذا حقا الجزئي. إذا ضربت الجزئية بالنسبة لـ y العامل ضرب هذا التعبير، فعلا تأخذ العامل وليس التعبير. حقا كنت ستأخذ جزئية هذا بالنسبة لـ y، لكن سأكتب هذا في الأسفل. إذا ستكون الجزئية بالنسبة لـ y ضرب جيب تمام x جيب تمام y ناقص الجزئية بالنسبة لـ z ضرب x y تربيع z. الآن نحن في مركبة جي، لدينا زائد جي زائد جي، والآن ما مقدار الالتفاف لدينا في اتجاه جي؟ دعونا نشطب الصف العمود جي، إنها الجزئية بالنسبة لـ x من هذا. هذا ربما فوضوي أكثر مما نويت أصلا. جيب تمام x جيب تمام y، تقاطع هذه الأعمدة هناك ناقص الجزئية بالنسبة لـ z. إذن ناقص الجزئية بالنسبة لـ z من x تربيع x تربيع y جيب z، ثم أخيرا مركبة k لدينا آسفة، عندما كنت تأخذ المحددة تستخدم ذلك، وهذا كله نوع من الخيال قليلا، ولكن ضع زائد هنا وهنا ناقص وزائد هنا، النمط المتقلب، لهذا هو زائد i، يجب أن يكون هنا ناقص j. لا تريد أن تجعل هذا الخطأ، هذا هو مجرد نوع من الخوارزمية لكيفية أخذ المحددة. حسنا، ثم أخيرا لدينا زائد k ضرب المحددة ضرب المحددة لهذه المصفوفة الفرعية. إذا الجزئية بالنسبة لـ x من هذا، الجزئية بالنسبة لـ x من جيب تمام x. لا آسفة، أخذت هذه الصفوف والأعمدة x y تربيع z ناقص الجزئية بالنسبة لـ y من هذا، الجزئية بالنسبة لـ y من هذا. لماذا لا نأخذ هذا الصف والأعمدة؟ وهذا هو المصفوفة الفرعية لـ x تربيع y جيب z. والآن اسمحوا لي أن أحاول تبسيط ذلك، وسوف أحصل على بعض الفراغ. آمل أن تكون فهمت ما فعلته هنا، والآن وصلنا إلى هذا، والآن أعتقد أنه يمكنني أن أمحو كل هذا. حسناً، لا، ليس هذا ما أريد القيام به، أنا أريد أن أفعل في لون غامق، هذا ما أريد فعله، أمحو هذا. الآن فقط علينا تبسيط هذا بأخذ حزمة المشتقات الجزئية. ما هي المشتقة الجزئية من هذا بالنسبة لـ y؟ حيث x هي ثابت ستكون، حسناً، نستطيع وضع i في الخارج، لكن بالفعل نريد أن نكتب المقدار قبل المتجه. إذن هذه i ضرب الجزئية لهذا بالنسبة لـ y مع ثابت لدينا جيب تمام x، هو مجرد ثابت. ثم ما مشتقة هذا بالنسبة لـ y؟ إنها ناقص جيب y. سأكتب جيب y، ودعوني أضع الناقص هنا في الخارج.
بماذا ضربنا هذا؟ حسناً، ثم لدينا ناقص. اسمحوا لي أن آخذ الجزئية بالنسبة. آسفة، لقد نسيت فعل هذا الجزء. اسمحوا لي أن أبدأ من جديد. دعوني فقط آخذ هذا التعبير وسأضربه بآي. جزئية هذا بالنسبة لواي هي جيب تمام. جيب تمام إكس ضرب ناقص جيب واي، وسأضع الناقص هنا في الخارج. ناقص جيب واي، جيب واي. الآن ناقص الجزئية من هذا بالنسبة لزد. حسناً، الجزئية من هذا بالنسبة لزد إكس واي تربيع مجرد ثابت. إذن جزئية هذا بالنسبة لزد فقط إكس واي تربيع. إذن ناقص إكس واي تربيع، ثم سيكون لدينا كل هذا هو المقدار في الاتجاه I. والآن لدينا ناقص، لأن الناقص في الاتجاه J. ما هي المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة لي X؟ حسناً، جزئية جيب تمام X بالنسبة لي X هي ناقص جيب X ناقص جيب X، وجيب تمام واي هي مجرد ثابت، لذلك فقط أحملها للأعلى جيب تمام واي. ومن ثم يجب أن يكون نذهب هناك ناقص هذا التعبير الجزئية من هذا بالنسبة لزد. إذن المشتقة الجزئية لجيب زد بالنسبة لزد هي جيب تمام زد، هذا مجرد ثابت. إذن ناقص إكس تربيع واي جيب تمام زد، هذا هو المقدار في الاتجاه جي. نحن تقريبا هناك. الآن أخيرا زائد، ما جزئية هذا بالنسبة لي إكس؟ حسنا، هذه ليست سوى ثوابت واي تربيع زد ناقص ناقص. مرة أخرى لدينا الحد واي فقط. إذن الجزئية بالنسبة لواي هي إكس تربيع جيب زد، هذا هو المقدار في الاتجاه كي. لدينا إلى حد كبير انتهينا. أعني يمكننا تبسيط ذلك قليلا لجعلها مرتبة. سنكتفي هكذا، أنا لا أريد إعادة كتابتها. يمكننا فقط أن نضرب هذا بسالب واحد، عندها يصبح هذا زائد زائد زائد. نعم، إلى حد كبير هذا هو الالتفاف للمجال V عند أي نقطة X, Y و Z. هذه هي الطريقة التي نحسب بها. أخذنا بالتفصيل الضرب التقاطعي لعامل ديل والمجال المتجهي. ستحصل على شيء إلى حد ما رهيب باعتقادي. في الفيديو التالي سنعمل قليلا كهذا، لكن أعتقد أنه سيعطيك توضيح أكثر مع أقل خوارزمية وعن كيفية الحساب هذا. إلى اللقاء.